مرحبا أصدقائي، شو سر الحب بين الجزائريين والسوريين؟ آخر دولة فرضت الفيزا على السوريين هي الجزائر، آلاف السوريين راحوا اشتغلوا فيها، فتحوا محلات ولاقوا كل الحب من الجزائريين. الأكثر من 100 سنة تقريباً صارت فتنة طائفية بين الدروز والموارنة المسيحيين بجبل لبنان. انتقلت هالفتنة للشام وسموها شعبياً دوشة النصارى. اتدمرت أحياء مسيحية كاملة بدمشق، وكادت أن تزهق أرواح آلاف الأبرياء من المسيحيين. لولا تدخل رجل جزائري استضاف المسيحيين ببيته وأسكنهم بقلعة دمشق تحت رعايته وحماية رجاله. أنقذ هالرجل حياة أكثر من 12,000 مواطن سوري من أكبر الفتن الطائفية. مين الرجل الجزائري اللي أنقذ آلاف أرواح المسيحيين بسوريا؟ هالرجل اسمه عبد القادر الجزائري. حارب فرنسا لأكثر من 10 سنوات، ووقت حكموا عليه بالنفي اختار سوريا ودمشق دونا عن كل العالم. توفي الأمير عبد القادر الجزائري ودفن بدمشق، وتم نقل رفاته للجزائر في منتصف الستينيات، وإجت نصف سوريا لتودع أميرها العظيم ذلك اليوم. السوريين ما نسوا فضل هالرجل عليهم، وأول ما استقلت سوريا عن فرنسا بالأربعينات طالبت عن طريق مندوبها فارس بك الخوري بالأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر. ودعم الرئيس السوري شكري القوتلي جبهة التحرير الوطنية، وبشهر أكتوبر سنة 57 استقبل الرئيس شكري القوتلي وفد الجزائر المشارك بمعرض دمشق الدولي، وأكد لهم دعم ووقوف السوريين معهم حتى تحقيق الانتصار. هذا الحكي لازم كل السوريين يعرفوه، خاصة يلي بيعتقدوا أنه العلاقة بين البلدين بدأت مع وصول حزب البعث إلى السلطة. العلاقة أبداً مانا هيك، والقصة مانا هيك، القصة أقدم وأعرق من هيك بكتير. وبعد الاستقلال واجهت الجزائر مشكلة التعريب، وهون أوفدت سوريا آلاف الأساتذة والباحثين لمساعدة أشقائهم الجزائريين لاستعادة لغتهم العربية الأصيلة. وبالتسعينات بعد اندلاع حرب الجزائر أغلقت معظم الدول سفاراتها باستثناء سوريا، اللي ظلت مصرة على فتح أبواب سفارتها، وظلت مصرة على وفد الطلاب الجامعيين السوريين للجامعات الجزائرية رغم الدمار والحرب. هذا الرجل هو أجمل ثمرة حب جزائري سوري، طارق العربي طرقان، قلبه جزائري وروحه سورية. رجل صنع طفولتنا كلياتنا، من المغرب لليمن ومن السودان لسوريا. وأخيراً شكراً للجزائر، للأردن، للبنان، للإمارات، لكل الدول العربية اللي ساعدت السوريين بهي المحنة. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى يا رب، وإن شاء الله عساها يا رب تكون آخر محنة للسوريين بتمر عليهم. مرحباً أصدقائي، شكراً على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس. شاركوني آراءكم في التعليقات. أنا نسرين سكاف من الموسوعة الهندسية. مع السلامة.